السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الفيديو اللي فات عرفنا ايه الفرق بين ان انا استخدم متغيرات او ان انا ما استخدمش متغيرات، واسيب مترجم لغة الفيجوال بيزك هو اللي يختار لي متغيرات من النوع الفاريانت. ليه عندي انواع متغيرات كتيرة جدا؟ يعني الارقام الصحيحة عملنا لها كل الانواع دي. ليه؟ الفرق ما بين الانواع مش الفرق في الاسم، الفرق في الحجم والمحتوى اللي ينفع يشيله. ازاي؟ زي ما قلت لك، انت مسافر لمحافظة تانية، فانت ممكن ان انت تسافر بميني باص لوحديك، وممكن تسافر باوتوبيس بياخد 50 راكب لوحديك، وممكن تسافر بعربية خاصة. هتعمل برنامج بيستخدم لتجميع درجات الطلاب. درجة الطالب فيها سالب؟ لا. درجة الطالب بتعدي 255؟ لا. فلو استخدمت اول نوع من المتغيرات هتوفر في الذاكرة جدا. ليه؟ لان المتغير ده بياخد لحد رقم 255. البرنامج بتاعنا كنا عاملين فيه متغيرات من النوع شورت. الشورت بياخد لحد كام؟ 32,000. تعالى نرجع في كلامنا ونقوله لا، انا هخلي الرقمين اللي هيتجمعوا نوعهم ايه؟ بايت مش شورت. يبقى الفيديو ده ليه نوع المتغيرات مهم، وهنا بايت اهو. التلات متغيرات نوعهم ايه؟ بايت. تعال نشغل كده. لو جيت جمعت هنا 100 وجمعت هنا 100، المية دي مناسبة للمتغير البايت؟ ايوة. ليه؟ لانها اولا رقم، ثانيا رقم صحيح، ثالثا بيقع ما بين الصفر والمتين خمسة وخمسين. طيب لما نيجي نجمع، المتين مناسبة للمتغير رقم نمبر 3؟ ايوة، اللي هو بيظهر فيه الناتج. ليه؟ لانها 200. طيب المتين مناسبة للمتغير اللي نوعه بايت؟ تمام. يبقى كده انا استخدمت نوع متغيرات صحيح والقيمة صحيحة. زي ايه؟ لو انت رايح تشتري من السوبر ماركت بقوليات، بتقول له اديني فاصوليا، ازازة فاصوليا، اديني ازازة ترمس، ازازة فول مدمس، ولا كيس. ليه؟ يبقى الكيس المناسب لان انت تاخد الفاصوليا مثلا، فاصوليا الناشفة، او بتقول له اديني شوال، لا بتقول له اديني كيس. تروح تشتري مية معدنية تقول له ايه؟ اديني كيس مية ولا ازازة مية. يبقى انت بتشوف ان حياتنا فيها بيانات كتيرة جدا، ارقام ونصوص وحروف وارقام موجبة وارقام سالبة وارقام فيها علامة عشرية وارقام لا وفلوس. كل ده لما بتعمل برنامج احيانا بتحتاج تدخله للبرنامج. فلما باجي ادخل البيانات دي للبرنامج لازم اقول له الوعاء المناسب ليها. ما ينفعش اجيب ولد ولبسه طرحه وجيبه، لان الوعاء ده مش مناسب ليه، مناسب لبنت. يبقى كذلك الحال، انا هاجي هنا بقى في البرنامج واغلط، اقول له لا، المتغير الاول هياخد هنا 100، هنا 5، الخمسة تنفع تبقى بايت؟ تمام. والمتغير الاول قيمته 256. هيقول لك هنا في مشكلة. ليه؟ لأن المتغير البايت أقصى حاجة يقدر يشيلها من صفر لمتين خمسة وخمسين. طيب تعالى نجمع، البرنامج وقف، حصلت مشكلة. قل له إيه هي المشكلة دي، بريك عليها. لو جيت وقفت يقول لك إن نمبر ون بيساوي إيه؟ نمبر ون بيساوي إيه؟ 255، وده ما ينفعش. طب رقم اتنين لو جيت كده وقفت عليها، تعالى كده نمبر 1 وقول له ايه المشكله، هيقولك ان المشكله ان رقم واحد ده، المشكله ان رقم واحد نوعه بايت، والبايت ما ينفعش ياخد اكتر من 255. طيب تعالى نشغل البرنامج مره تانية ونقول هنا 10 ونقول هنا 10 ونقول له اجمع، او 19 جمع. طب قول له هنا سالب واحد اجمع، برضو حصلت مشكلة. ليه؟ لأن المتغير اللي نوعه نمبر 1 ما ينفعش يجمع سالب واحد، لأن انت لما درست قالك ان هو بياخد من صفر لحد 255 موجب. طب قول له خلاص انا هغير نوع المتغير واخليه اس بايت، طالما بقى اس بايت يبقى ينفع يشيل ايه؟ ارقام سالبة. وقول له هنا سالب 10 او سالب واحد و19 او 29 بيساوي جمع. ليه؟ لان سالب واحد
مناسب للنوع المتغيرات الاسبايت. يبقى من الاخر ليه عندنا انواع كتيره؟ الفرق مش في طبيعه اللي بتشيله، في حجم اللي بتشيله. يبقى كل دي بتاخد متغيرات صحيحه بس ايه حجمها مختلف. لو المتغير بتاعك من 0-255 يفضل النوع البايت، في سالب 128-127 اس بايت، شورت من سالب 32000 لموجب 32000، يو شورت من 0-65 وهكذا. اما لو كان المتغير بتاعك كلام حروف يبقى تستخدم نوع تاني خالص اللي هي المتغيرات النصية اللي هي string. وبكده يبقى عرفنا ايه الفرق ما بين انواع المتغيرات من حيث الحجم. برضو خلي بالك من ملحوظة، لو انت عندك مثلا كان وقف عندك مثلا اننا كان المتغير بايت والمتغير ده بايت والمتغير ده بايت، تعال نجمع. لو كتبت هنا 200 وكتبت هنا 200، ال 200 بالنسبة للمتغيرات البايت تمام صحيحة. ليه؟ أولا لأنها رقم صحيح، ثانيا إنها أقل من 255، يبقى أنا كده ما غلطتش. ال 200 دي مناسبة للبايت وال 200 دي مناسبة للبايت، إنما الناتج بتاعهم لما يتجمع هيبقى مجموعهم 400 مش بايت، أكبر من البايت، وبالتالي هتحصل المشكلة. بس هتحصل في إيه؟ في رقم 3، ان هو يقول لك ان 200 و200 بيديني 400، وبالتالي انا ما اقدرش كنوع بايت اشيل ال 400. يبقى طالما المجموع هيكون اكبر من 255 استخدم نوع متغيرات تاني مناسب. زي ايه؟ استخدم مثلا هنا شورت، مش هيقول لك لا، واستخدم هنا مثلا هنا شورت، واستخدم هنا شورت. يبقى ساعتها لما تجمع 200 وتجمع 200 وتقول له مجموع هيدي لك 400. يبقى كده عرفنا ان حجم المتغير بالنسبة للمدخل مهم، حجم المتغير بالنسبة للمخرج مهم، حجم المتغير بالنسبة للناتج مهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.